عرفت امتى بالظبط ان في خلاف حصل بين عثمان الروبي وابنه عاصم بسبب وجودك في المكتب؟ مش فاكره بالظبط. كان في خلاف حصل بينهم قدام شيماء، شيماء ابو السعود. يعني انت كنت عارفه او وصل لك عن طريق صاحبتك ان عاصم جواه مشاعر كراهيه ناحيتك؟ ايه ردك؟ مش عارفة، يمكن كراهية ويمكن لأ، بس يعني مشاعره كانت وحشة. معرفش، يعني هو كان كارهني كده من أول يوم دخلت فيه المكتب عثمان الروبي. ليه كنت حاسة إنه بيكرهك؟ عمري ما عرفته قبل كده. هو كارهني بس أنا عمري ما كرهته ولا كرهت أي حد. أنت كنت حاسة ناحيته بإيه بالظبط؟ ولا حاجة. هو اللي كان دايماً، مش عارفة، كل ما يشوفني كان بيقابلني بحدة فظيعة. كل الناس كانت ملاحظة. أنا ما اديتش الموضوع ده أهمية أصلا. أنا غرقت في قضية الوحش. كان هدفي إني أكسب القضية. ذاكرت واجتهدت، خصوصا بعد ما حضرتك رفضت إنك تخرجه بكفالة. أنا عايزك يا فاطمة تحكي لي بالظبط وبالتفاصيل كل اللي حصل علشان نعيده في المحضر. أنت عارفة إن أي تفصيلة ممكن تفيدنا في القضية. يوم المحاكمة كنت دارسة كل تفصيلة كويس جدا. رحت المحكمة وأنا مذاكرة القضية وذكرت الدفاع، كتبتها وحفظتها زي اسمي بالظبط. فاكراها لحد دلوقتي، عدتها أكتر من مرة قدام المراية. ممكن أسمعها لك حرف حرف. لا حول الله يا رب. يا ابني مش فاهم منك حاجة. خلاصة الكلام، هياخد حكم ولا لأ؟ سعاده الباشا، يا باشا انا لو من القاضي اسكع ومؤبد بشغل شقه كمان مهما حصل. يا احمد ركز معايا، يعني المرافعه اللي هي عملتها كويسه مقنعه؟ لا مش قوي يا باشا، مش قوي خالص. بص يا باشا، هو كان كلام كده كبير ومترتب وتمام، انما مراهقين، كلام مراهقين. يعني انا عن نفسي ما اقتنعتش. وبعدين يا باشا سيادتك مستعجل ليه؟ ده هي مسافه السكه، ارجع المحكمه وابلغ معاليك بكل حاجه. طب يلا بسرعه. وعلى فكره لو الوحش خد حكم انت ليك عندي هدية كبيرة قوي يا حمادة. رضا معليك يا باشا، رضا معليك. والبدلة الرماد. والبدلة الرماد. باشا. سلام. خلي عثمان الروبي هلفظ زي ما هو عايز.
ما لو في ايده حاجه كان عملها، كان عملها من بدري. ايوه يا حاج حسان، بس هو بيقول على حضرتك نفس الكلام. خليه بعرع زي ما هو عايز. لا هو الكلام عليه جمرك، لكن ساعه الجد هيبان مين اللي على حق. ايوه يا حاج، بس ساعه الجد دي ما بتجيش خالص. انت يا بنتي باين عليكي شاطره وبتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. انا هديلك هديه، انما ايه اللي هي؟ لا يا حاج، انا ما باخدش فلوس عشان نبقى على نور من اولها. لا انا هديلك دليل عليه، انما ايه يشيب بشله صغيره هتعوري في وشه. ازيك؟ اهلا. قلت لي اكلمك اول ما توصل. مين؟ فاطمه؟ هو انت ما بتفكرش غير في فاطمه وبس؟ امال مين؟ سوزي. سوزي عندها وقف مكتبه؟ بقالها نص ساعة ولغى كل مواعيده عشانها. كده بقى يبقى جابه لنفسه. ممكن ادخل؟ ما انت دخلت. مش شايفني قاعد مع زبونة؟ طب انا هستأذن يا استاذ عثمان وهكلم حضرتك في التليفون. باي. اتفضلي. ايه؟ نسيت نفسك؟ كم مرة حضرتك قبل كده ما تدخلش عليا بالطريقة دي؟ ايه؟ طولها ايه؟ قلت الحقك قبل ما تغرز. اصل سوزي دي معرفة قديمة وعملت عليا الفيلم ده قبل كده. اغرز يا سوخي! طب انصح نفسك يا اخي قبل ما تنصحني، ولا عايز تفسر؟ لا الموضوع مش محتاج تفسير ولا حاجة. في الاول والاخر انا عيل صغير وطايش، والدور الباقي عليك انت يا راجل يا كبير، ياللي شايل على كتافك اسمك وسمعتك. بلاش اسمك وسمعتك، فكر في صحتك. ده انت خلاص ما عدتش تستحمل يا بابا. بابا لا حنين يا هلا، خايف على صحتي ولا خايف على الورث؟ حق كل تعبك وشقاك الفتره اللي فاتت دي كلها حقي. يا كسر حقك، عمرك ما هتطول مليم من الورث ده. عارف ايه؟ لانك ولد عاق ما تستاهلش مليم واحد. انا عارف انك بتكرهني عشان خاطر امي، بس انا ماليش اي دخل بتصرفاتها معاك ولا تصرفاتها مع اي حد، ماليش علاقه. يا غبي، لو كنت بعاملك بمعاملتها ما كانش زمانك بتشتغل معايا في المكتب. لا ما انت مش معايني في المكتب ده عشان سواد عيوني. انت عينتني هنا عشان تلطش فيا في الرايحه واللي جايه، عشان تضحك عليا اللي يسوى ولا ما يسواش. اخرها لما تحددني وعينت الجربوعه اللي اسمها فاطمه ديت. حد بيجيب في سيرتي؟ مش لابو اخذه يعني، اصلي لقيت الباب مردود كده ومفيش حد في السكرتاريه، هم روحوا ولا ايه؟ مساء الخير. عملت ايه؟ براءه يا استاذ، ومن اول جلسه. اتفضل. انا جيت في وقت مناسب ولا حاجه؟ لا لا لا. مبروك. شغلك مش مظبوط يا حضره الضابط، ما تزعلش مني، دي مش اول قضيه تبوظ. واضح يا انيس بيه انك انت بقت متخصص في قضايا اللي فيها اخطاء في التحريات. ما بتحصليش غير مع المحاميه دي فاطمه عبد الرحمن سليم، زي ما تكون حطاني في دماغها. بس دي مش اول قضيه مخدرات احس اني مش عارف اخد فيها قرار. انا بحس ان المتهم اللي قدامي مذنب فعلا، لكن ما بعرفش اكون راي بسبب كم الثغرات اللي في التحري والضبط، حتى لو دخل مع اي محامي. اوعدك ان المره الجايه مش هسيب لاي محامي خرم ابره ينفد منه، وهي بالذات. من فضلك يا نسبي بلاش تحطها في دماغك، شوف شغلك وبس. للاسف يا عمرو بيه ما تعودتش ان اي حد يدوس لي على طرف واسكت. انت عندك خبر انها خطيبه زميلنا ياسر عبد اللطيف ولا لا؟ طبعا عارف، لكن في الشغل بالذات انا ما اعرفش ابوي. بعد اذنك عمرو بيه. خدي دول. ايوه يا فندم، اوديهم فين دول؟ ليكي. ليه؟ ليه؟ جزء من اتعابك. جزء؟ كل ده جزء؟ مسك بالخير يا استاذ. نعم ماشي نفسك بيهم يومين، في قدهم مرتين كمان، بس اما حاسب مرسي دول مرتين. والله مسك بالخير يا استاذ طفطس. تقولي مين؟
متشكرة. ها؟ عندهم مرتين، عندهم مرتين في ايه؟ مش هاي متشكرة. أنا بقدر الناس اللي بتشتغل معايا، بعرف أقدرهم كويس وأديهم أتعاب على قد شغلهم. اتفضلي على شغلك. عندهم مرتين؟ هو انا كنت بعتك وراء المحكمه ليه؟ عشان اقول لحضرتك الاخبار. ولما خدت حكم في القضيه ما بلغتنيش ليه؟ تخلي منظر زباله قدام ابويا. يا باشا الموبايل فصل مني شحن، طلعت اكلم حضرتك من عناصر المحكمه لقيتني مش فاكر رقم. ما انا انا لو ورايا رجاله في المكتب ده ما كانش يحصل لي كده. لكن مفيش يا عاصم بيه لو سمحت. لا سمحت ولا زفت. اتفضل غور من قدامي. هغور كمان ولو ما خرجتش هديك بالجسمه اللي في رجلي. لو على ايه يعني تزفر جسمك؟ ما عليك يعني احنا نغور قوي يعني. غور كمان، ما هو ده اللي كان ناقص. نشتغل كمان قليل كمان وكمان نتغار. ألف هنا بالهنا والشبع. ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا رضوى. شبت الله 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 الله. ايه ده كله انتوا بتاكلوا من ورانا ولا ايه؟ وكمان شوكولاته وفانيليا؟ لا ده عقد كرام بقى. يا ريت. ده بمناسبة طلوع الوحش براءة. طلوع الوحش براءة؟ يا سلام. يعني هو كان من بقية أهلك؟ لا أهلي ولا زمالك يا أخويا. كله وأنت ساكت. طول عمرك دقرومة يا فاطمة، حتى من أيام الكلية. أنت لسه شفتي حاجة؟ بس وقت صوتكم يا جماعة شوية عشان في ناس شايطة جوه. اللي يشيت يشيت، نبقى نجيب لي أخويا المطافي بعدين. لا 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 لا, لا يا رضوى، مش لدرجة الشماتة. يعني بذمتك، أنت مش فرحانة؟ فرحانة إن أنا كنت عايزة أغرض. حلوة أوي الكيكة دي. كيكة؟ كل واحد يا ولاد ليه قطعة واحدة ياكلها بقلب هنا وشفا. قطعة واحدة؟ طيب. ايه ده ما انت لسه طفح واحدة؟ لا ما انا ما كنتش اعرف ان القانون الواحدة ظهر. لا مؤاخذة يا ابني، الأستاذة فاطمة فين؟ بعدين شكلك بخيله قوي كده يعني. ده بقى صباح الخير عليكوا. يا استاذ يوسف ازاي حضرتك؟ انا لقيت نفسي فاضي قلت عد عليك شويه اطمن عليك يا فاطمه. نورت وشرفت. شوف حماتك اللي لسه ما خدتش بنتها بتحبك. اتفضل يا استاذ اتفضل، حلي بقك. ربنا يبارك فيكي. انا ابن حلال اكيد، معدتي كانت لسه بتصوصو. الف هنا. ايه المناسبه؟ اصلي نجحت في الثانويه العامه. ياه فضل دعواتك يا استاذ. انا ولسه بتفتكري تحتفلي بيه دلوقتي؟ اشرب ازوزه يا استاذ. اشرب ازوز. اتفضل. كل واحد قطعه. ها كل واحد قطعه. كل منابك بقى وانا اروح افرح اللي في البيت. ايوه ده عشان مين ده؟ ده عشان الزملاء. الزملاء؟ احنا الزملاء. طيب بقول لك ايه، بعد ما نخلص من الدوشه اللي احنا فيها ديت عاوزك معايا شويه في البلكونه. تقعد تقول لي بقى وضميرك ومستريح وبتنامي ازاي؟ بنام. انا بنام حلو قوي يا بابا. لا يا لمضة، انا عاوزك في حاجه تانية. ماشي بس نطمن بقى على ابن عمتي ياكل كده ويربرب. طبعا الحمد لله. الحمد لله. ربنا يخلينا ليكي. ربنا يخليكي لينا يعني. وما يحرمناش منك ابدا يا روح. يا رب دايما وتكسبي كل القضايا ان شاء الله. انا كنت عايزه اقول لعمته. على ايه؟ على عمته. نعم. مش نسيت اقول لك. لا يا رب تنسي. ليه يا بابا؟ يعني مش لازم تقولي لها. يعني هتقولي لها ايه؟ هقول لها ايه؟ ايه؟ هقول لها ان انا كسبت القضية. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا رب دايما. الله يبارك فيك يا عمتي. ربنا يبارك فيك. ربنا يجعلك في كل ودير. يا حبيبي. قضية مكسب ان شاء الله. قول يا بابا. حاضر. قول. حاضر. ما تتفضلي يا بابا. لا اتفضل. بجد والله. اصل انا نفسي تصدق بصراحة. لا لا لا. قول. عايزك تاكل كويس. قول. نعم يا باباي. خد يا فاطمه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا ولا يحرمك مني، مع اني لسه قبض. بس فلوسك انت بالنسبه لي حاجه تانية خالص. لا دول مش ليكي، دول تاخديهم وتطلعي بيهم دلوقتي حالا على عمك سمير. عمو سمير موال كل سنه. حقه في ايراد الايراطين بتوع الزقازيق. ما كل سنه بيرجعني قفايا امر عيش وبرجع ارجع لك الفلوس. السنه دي زي كل سنه، هو حقه ياخده ويرفضه، دي حاجه بقى ترجع له. طب ما انا عندي راي ليك حلو قوي. انت تاخد الفلوس دي وتروح انت تديها لعمو. فاطمه هروح له، بس انا عندي مشوار في الاول. مشوار لفين؟ لحد اللي قرا فتحتي. ملوش نفسي يعني الراجل دوت يحل بقه كده بحلاوه نجاحي في الثانويه العامه. يا طن. مين حضرتك؟ ياسر. مين حضرتك؟ ياسر مالك يا حبيبتي؟ اوعي كده. ياسر. يا طن. يا طن. يا واحده. يا واحده. يا طن مالك؟ في ايه يا نرمين؟ انت عامله ايه؟ اخبار
اخبارك ايه؟ ماما عامله ايه؟ انكل عامل ايه؟ كويس؟ يا بنتي اديني فرصه ارد، انا كويسه وانكل كويس الحمد لله. انت ايه اللي جايبك بقى؟ انا جايه بقى حلي بقك بدست الجاتوه. لا متشكر قوي قوي، ما بحبش الجاتوه. هاخد واحد يا حبيبتي، انا عامله دايت. دايت؟ طب الحمد لله انا ما جبتلكيش كازوزه. مين؟ كازوزه. كازوزه ايه؟ انت بتشربيش كازوزه؟ يا ياسر ياسر. ايوه ياسر، انا عارفه انك قف النهارده. قف من ناحيه قف وقف فعلا قف. مالك فيكي ايه؟ انت يا ماما ايه يا فاطمه؟ ازاي مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ انتوا بتجربوا اسمي ولا ايه؟ مش تقول لي مبروك؟ ايه اللي حصل؟ انا كسبت المخدرات. يا كسبتي؟ كسبتي مخدرات؟ يا ماما انت بس، هي فاطمه طبعا محاميه، فكلمه كسبت المخدرات دي معناها انها كسبت قضيه المخدرات. فهميني كده. معقوله؟ امال انا كل كسبت المخدرات؟ خدي حل بقك بقى، حل بقك. ميرسي، متشكر قوي. ماما جايبه دي يعني عيب عيب عشان خاطر عيش. يلا يا فاطمه، واكل البنت الحلوه دي معاكي. كفاره يا معلم، كفاره. والحمد لله على السلامه. الحمد لله. بس عارف ادي ميرو البت ريبتك دي طلعت كفاءه ورجوله في صحيح. عيب يا معلم، احنا كل عيلتنا رجاله، حتى الستات فيها رجاله. بس هي موصيان عليك ان اسيبك تنترق في البراري لوحدك. تسيبني لوحدي يعني؟ يا معلم انا خلاص هيد مستقبلي معاك يا معلم. انا وقت ما اتسجنت معاك تعتبر نقطه بيضاء في تاريخ حياتي. بس نقطه سوداء في تاريخ حياتي انا، مش هتعدي بالساهل ان شاء الله يا معلم. باذن الله هنعرف مين الكلب اللي بلغ عنك ان شاء الله. وانا لسه هعرف مين. ما خلاص يا ميرو حصل وخد جزاه. مين يا معلم؟ هتعرف دلوقتي. والله يا معلم دول ضربوني وبهدلوني عشان خاطر اعترف عليك. تقر من اول قلم يا جزمه، ما تبقاش راجل وما تلزمنيش. فرصه تانيه والنبي يا معلم. اهو سيدك سامعني فرصه. اوعى، الوحش ما بيسامحش وانت عارف كده كويس. عارف يعني بعد اسمك يا معلم، يعني لا لا يعني ممكن استسمحك يعني لو ليا خاطر عندك، يعني الواد ده سامحه واعتبرها اخر مره يعني. قلبك هيحن عليه يا ميرو، هتتعامل بالمس. اركن انت. حاضر يا معلم. حاضر. بقول لكم يا رجاله، عايزكم توضبوه احلى توضيب، ماشي؟ هو في كلام يا ميرو؟ يا شيء يا شيء في حاجة يا ميرو؟ الواد ده واطي يا معلم، الواد ده واطي ويستاهل كل اللي يحصل له. أهلا يا طارق. أهلا بيكي حبيبتي. ممكن ثانية واحدة بس تقومي من هنا؟ ليه يا حبيبتي؟ أصل بدور على حاجة. لا مفيش حاجة تحتيها خالص. لا هنا الفوتيل ده أريح على فكرة، وبعدين الدنيا حر وهو ما بيحبش الخنقة. إيه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ تعالي ثانية واحدة من فضلك. اتفضلي حبيبتي. ميرسي. أنا عايزك في حاجة مهمة أوي. طب أنا قاعد بتكلم مع فاطمة. أيوة بس أنا أمك، لي حق عليك. الله. أيوة يا ماما، بس قاعدين بنتكلم في موضوع مهم. أنا عندي موضوع أهم كمان. هو في إيه؟ خلاص. طب ده يا ضيفة. شكرا يا حبيبتي. هو في إيه؟ هو في إيه؟ بعد كل الموضوع ده. اتفضلي كاتوه يا فاطمة. قلت لك خليكي صدغة وتبدا واستحمل عشان في الاخر يتجوزك. مفيش فايده، هتقعدي في ارابيزي، هتقعدي في ارابيزي. يلا مال همك؟ هي كده اول ما تبقى نرمين عندنا في البيت تبقى غريبه شويه. بس حلوه نرمين دي. اه زي القمر ما شاء الله. نعم بنت خالتي، يعني زي اختي، يعني عادي انها تبقى زي القمر. يا حلو. عامل ايه بقى؟ فكرت في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ فكرت كويس جدا. وبصراحه كده يا ياسر، يعني بعد نجاحي في القضيه الاولى، انا لو خدت قضيتين ثلاثه بالحجم ده، ده انا ممكن اجيب عربيه. مش بعيد اجيب مكتب. اه انا ممكن اجيب مكتب وانافس اصلا الروبي. طموحك ده هيوديكي في 60 داهيه. انت عارفني طموحي ملوش حدود. طب عثمان الروبي ده انا حاسس انه شبهه بالنسبه لك. بذمتك ده منظر واحده تتشلي؟ منظر واحده تتشلي؟ ما طبعا زي القمر. ان شاء الله يسقطك كرسي. ان شاء الله. ايه ان شاء الله يسقطك حبيبي. معاك مالك؟ وبعدين انا خايف منه ومن ابنه كمان. هو بيعملني زي بنته بالظبط. وبالنسبه لابنه بقى ما تقلقش، بيني وبينه مصانع الحداد والحمد لله. مش عارفه مش طايقني ليه، بس مش مهم. المهم عندي طموحي وبس. طب وبالنسبه لي انا وعيالنا ان شاء الله اللي هيجوا قريب، مش جوه الطموح ده خالص؟ ايه مين قال لك كده؟ ما انت زي الفل اهو، وان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرمنا ونجيب عيال نبقى نجيب لهم شغال. شغاله؟ اه يعني انت عايزه عيالك ربيهم الشغاله؟ مالك وانت مين اللي رباك؟ امي. امك؟ الكلام ده زمان، دلوقتي ممكن بقى نجيب شغاله ونجيب طباخ
ايوه انت مش عارف انا باخد في القضيه كام. ما شاء الله ما شاء الله. طب والعربيه والمكتب والحاجات دي مين هيجيبها؟ انا. كل ده ما شاء الله. ده عوض هيقعد يقول لي بقى اخرتيني وعملت لي وهعمل لي مشكله. انت رايحه على فين؟ مروحه؟ لا راح الترب. الترب الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. وليد تعالى انا عايزك. خير يا بابا. خد دول. ايه دول يا بابا؟ انا لسه راجع من عند الراجل اللي بنى على ارض اكتوبر بالغلط. فهمت معاه وسويت الموضوع ودي. خدت منه تمن الارض بالسعر القديم، ده نصيبك منه. 5000 جنيه، مشي نفسك في موضوع الفيزا دي. لا معلش يا بابا مش عايز فلوس، مش هسافر خلاص. مش هتسافر ازاي؟ ده انت كنت هتموت نفسك عشان موضوع السفر ده. ايه اللي غير الموضوع في خلال شهر؟ حاجات كتيره قوي اتغيرت يا بابا. طب يا ابني وانت مرتب وزاره الصحه دي الملايين دول هيكفوك ازاي؟ ربك هو اللي بيرزق. بعد اذن حضرتك اريح شويه عشان عندي مشوار مهم. اتفضل. انا عارف ان ربنا هو اللي بيرزق. امال مين اللي بيرزق؟ انا ما عدتش فاهم حاجه من العيال دول خالص. يا نهار اسود يا عم الحاج. ابوس ايدك ابوس ايدك وانت داخل ابقى خبط قول احم قول دستور قول اي حاجه. ايه مفيش سلام عليكم؟ مفيش ازيك يا مورا؟ وحشني يا مورا؟ ايه في ايه؟ مفيش كلام ولا سلام ولا اي حاجه. طب مفيش محاضره زي بتاعت كل يوم؟ بطل يا ابني اللي بتعمله ده. السكه دي هتوديك في 60 داهيه. حرام عليك نفسك ان المراه الحاجات اللي بتقعد تقولها لي. خلاص يا امير مبقتش في محاضرات. اعمل اللي انت عايزه واي حد يعمل اي حاجه. يا وليد في ايه يا ملك؟ مفيش يا امير. سيبني في حالي عشان انا مخنوق. خليك في طريقك وانا في طريقي. الواد ده مش طبيعي مش طبيعي خالص. فاطمة اهلا. لا 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 وحشتني. انت اكتر. مش ناوي بقى تيجي تعيش معانا وتسيبك من القعده هنا؟ سالتني السؤال ده 100 مره قبل كده وفي كل مره بجاوبك نفس الاجابه. تفتكر اغير رايي المره دي ليه؟ يمكن زهقت. بقالك 10 سنين عايش لوحدك يا عم. طب كويس يا فاطمه انك بتعد ورايا. شوفي بقى اما اقولك انا عايش هنا مرتاح اخر راحه مالك زماني. ابقى مجنون لو سبت الحياه دي ورجعت تاني كده ولا لا؟ الصراحه فايتك كتير كتير قوي يا عمو. بتهيألك ده انا ساعات بحس ان انا عشت اكتر من اللازم اساسا. الوقت اللي انا عايشه ده دلوقتي وقت بدل ضايع. الله يرحمها طنط فاتن. من ساعتها وانت بتقول كده عملتها بدري وسابتني لوحدي من غير عزوه ولا سند كده. برضو يا عمو يعني انا وليد وامير مش ولادك برضو؟ وهم في ولاد ما يسألوش على ابوهم بالسنة والاتنين؟ ما انا جيت عشان اسأل عليك اهو. لا انت جاي عشان تديني نصيبي من ايجار ارض الزقازيق كده ولا لا؟ يا قفشني الصراحة. اهم لا روح قول يا عبد الرحمن لما عاوز حاجة هبقى اطلبها منه. بلاش الحركات القرعة دي. طب انت عايش ازاي يا عمو؟ بتصرف منين؟ عندي هنا اللي مكفيني والحمد لله وزيادة ما تشيليش هم. سلمي لي على عبد الرحمن. هو انتوا ليه مختلفين كده؟ مع انكم شبه بعض في كل حاجه حتى الطباع. خليه هو اللي يقول لك. ما بيقولش حاجه. بقول لك ايه يا فاطمه ما توقعينيش في الغلط. اعمل لك شيء معايا؟ لا 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 انا لازم امشي. اصل عوض سواق الميكروباص بتاعي بره مستنيين. عن اذنك يا عم. خلي بالك من نفسك.
القضايا وعملت ووديتهولها ومن ساعتها لسه ما فيش جديد. وانت ما بتتابعيش معاها ليه؟ بصراحه مكسوفه زن عليها كل شويه، قلت لما يبقى في جديد هي تكلمني. انا مش عايزك تتعامل مع فاطمه لانها محاميه غريبه، فاطمه دي زي اختي بالظبط. طمنتني. اصل انا يعني بصراحه كنت قلقانه من انكم عايشين مع بعض تحت سقف واحد يعني. وده اللي اكد لك ان احنا قد ايه اخوات. انا مدوخاك معايا في حكايه طلاقي دي يا وليد. مش كده سامحني، احنا اللي بينا كبير وكبير قوي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لو مراتي قاعده مع واحد في كازن انا ابقى ايه؟ فاروق. فاروق مين يا سماحه؟ انا عقبال امالتك جوزها المختوم على قفاه اللي سابتني اشقى واتعب بره وهربت عشان ترفع عليا قضيه طلاق. طب وطي صوتك لو سمحت، احنا في مكان عادي. اوطي صوتي ايه؟ اركن انت شويه. يا اخرتها كده غلط. تعالى كده ما تبلكش، تعالى ما تبلكش دعوه بيع. كلمني انا. قومي تاخدي بعضك وتيجي على طول من غير ما تلح عليه. ما انا لو كنت قعدت الح عليه من هنا للصبح برضو ما كانش اقتنع. الله، مشوار بر وعتب يعني ترجعي بالفلوس كده على طول؟ اتفضل حضرتك ادي الفلوس، روح له بنفسك وان شاء الله باذن الله لما يلاقيك رحت له بنفسك ممكن يكسب ياخدهم منك. عموما كتر الف خير. وانت هتعمل ايه؟ زي كل مره هحطهم له مع المبالغ التانيه في البنك، لو احتاجهم في اي وقت يلاقيهم. طب انت مش ناوي يعني تقولي هو زعلان منك ليه؟ انت ليه مصره تعرفي قوي كده؟ تقدر تقول يعني تدخل في امور لا تعنيني، تقدر تقول حب استطلاع، تقدر تقول قله ادب، يعني هتقولي مش كده؟ ما تقلبيش عليا المواجع. لا ولا مواجع ولا حاجه، ده انت لو قلت هتفضفض وهتبقى فريش كده وجميل. قول. والله ايه الحقيقه؟ فاطمه لو سمحتي انا كنت عايزك في كلمتين. ده انت عليك توقيت يا اخي. ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ ما هو ده اللي انا كنت عايزك فيه. على فكره توقيتك ممتاز، لكن ايه اللي في وشك ده؟ انا راجعه لك يا عبد وهسمع منك كل حاجه قدامي يا استاذ. غلط غلط يا وليد، اكبر غلط اللي حصل ده. اسيبه ويمد ايده عليها واسكت؟ يا سيدي تسكت ايه، مش من حقك اصلا. ازاي تقعد معاها من اصله؟ معقول ده ممكن يعمل لكم قضيه ويكسبها؟ احنا كنا قاعدين في مكان عام يا فاطمه. حتى لو في مكان عام مش من حقك يا ابني. ابعد عن مناطق الشبهات، ما تقعدش مع اي واحده متجوزه حتى لو في مكان عام. يا سيدي لما تبقى تتطلق ابقى اقعد معاها زي ما انت عايز. المهم اخبار قضيتها ايه؟ خلاص حركت لها الدعوه وراح له الانذار، بس يعني ما شفتش منها يعني لا ابيض ولا اسود ولا قالت لي حتى اتعبك ايه. فاطمه عايزه كام؟ عايزه كام؟ منين الفلوس دي؟ في يا فاطمه هو اكل ولا بحلقه؟ المهم انت عايزه فلوس كام يعني؟ هات وبعدين نبقى نتحاسب. منين الفلوس دي يا وليد؟ ستوب. حلوه يا جماعه، يلا اللي بعده. فوزي هتغيري وتجيلي المشهد اللي جاي. اوكي. ايه يا اسامه؟ بس ما فكر مش كده كده يا اسامه. سوزي. عاصم؟ انا سوزي، ممكن تمضي لي اوتوجراف على قلبي؟ ايه يا سوزي؟ ايه لازمته نحور على بعض؟ ما تخليكي حلوه والله. في ايه يا عاصم مالك؟ قلتي انا مش عارفه اجيب الراجل، اجيب ابوه؟ انا كنت رايحه له في قضيه يترفع لي فيها لا اكتر ولا اقل. يا شيخ ظلمتك، انا اغصى عليا، بس انا فاكر ان احنا تعرفنا على بعض في ظروف شبه دي بالظبط، ولا انت نسيتي؟ لا فاكر، وفاكره كمان ان احنا خلصنا ونهيناها. مش ده كان طلبك؟ وانت خدت اللي طلبتيه على داير المليين، وفوقيهم بدل البوسه بوستين. ايه بقى؟ يبقى اللي انا افهمه ان كل واحد فينا في حاله ومالوش علاقه بالتاني، ماشي؟ اللي لازم تفهميه كمان انك لازم تبعدي عن ابويا عشان ما تتاذيش يا بنت. انا خايف عليكي، وده تحذير انا مش هكرره تاني. تحذيرك خليه لنفسك يا عاصم،
العيال دي؟ عيال؟ اه عيال. انت مش قايل امبارح انك طالع اسمع ليا لاختك؟ اه بس لغيت المشروع خلاص، سكت عليه. حد شريكي؟ هتوصلني ولا اخد تاكس؟ هوصلك. اتفضلي اركبي، الطريق زحمه النهارده. اخلص في يومك بقى. ايه ده؟ خرجت هدومي. اركبوا بقى، اركبوا، خلصوني في ليلتكم. خد يا فاطمه قضيه جديده يا استاذ. وتهمني بشكل شخصي. عارفه سوزي انديل الموديل بتاعت الفيديو كليب اللي بتغني دلوقتي؟ ما خدش بالي. هتلاقي صورتها عندك في الملف. كلهم شبه بعض يا استاذ. طالبه مني ارفع لها قضيه على المنتج بتاعها، عامل معهد احتكار 10 سنين ما فاتش منهم الا اربعه، وما نفذش اي بند من البنود. هشوف شطارتك بقى ومهارتك في قضيه مقربه زي دي. هذاكر الملف كويس وارد على حضرتك. ما تغيبيش عليا. ها النهارده؟ بكره بالكتير يا استاذ. عارفه انت بتفكرين بنفسي وانا في سنك. انت هيبقى لك شأن عظيم في مهنه المحاماه بتاعتنا دي. اسمع من بقك ربنا يا استاذ، قول يا رب. يا رب. عن اسمك. شكلك مسربعه وعاوزه تعرفي الفوله. ما بقاش صحفيه لو ما كنتش كده يا فندم. وانا عندي وعد ليك. ربنا يخلي حضرتك، متشكره جدا. اتفضلي. عليه ايه السي دي ده يا فندم؟ مفاجأة تخص عثمان الروبي، إنما تشيب وهتعجبك قوي. مفاجأة إزاي يعني؟ يعني مفاجأة إيه اللي على السي دي؟ ما تشوفيه الأول هتعرفي. ويا ريت تكلميني أو تكلميه. ونصيحة مني، لو قلبك ضعيف ما تشوفيهوش. قلبي ضعيف إزاي يعني؟ لما تشوفيه هتفهمي. ايه طلبتني؟ مش هتبطل لعب العيال بتاعك ده يا عاصم؟ سوري مش فاهم. لا انت فاهم بس بتستعبط. ايه اللي خليك تسيب مكتبك وشغلك وتروح اللوكيشن التصوير لسوزي؟ ياه بالسرعه دي لحقت تطرش الكلمتين في ودانك؟ اتكلم بادب يا ولد. بس على فكره بقى، أنا رحت عشان ألفت نظرها لشوية حاجات هي مش واخدة بالها منها. بس اسمع يا عاصم، لآخر مرة هقولها لك، اسمع الكلام يا إما هضرك، فاهم؟ وارمي اللبانة اللي في بقك. بس على فكرة أنا في حاجات كتير سكت عليها ومعديها بمزاجي. بس معلش. مزاجك؟ طب اسمع بقى، أنا عايزك تريح نفسك. سوزي مش هتسيب مكتبي كسبونة ابدا، وكفايه اقول لك ان ملفها دلوقتي مع فاطمه كمان على مكتبك. والاخر مره بحذرك. اتفضل. فاهم. ايه حكايه؟ ايه مفيش حكايه. في حاجه بينها وبين ابويا صح مش كده؟ هو انت على طول بتفكر كده؟ امال ايه سر اهتمامه بيها؟ يمكن لانها محاميه شاطره مثلا. يقوم يديها قضيه سوزي انديل؟ ايه بيلعبني؟ ومين يستجري؟ ده انت استاذ في الملاعبه. لما هو بقى استاذ الاساتذه، استاذ ورئيس قسم، والظاهر ان اللعب بينا لسه هيبتدي. أي ياسر. ايه يا حبيبي ياسر، ازيك؟ انت في الشغل طبعا. ايوه، وفي ايدي قضيه مهمه جدا عايز اقابلك النهارده. بقول لك في ايدي قضيه مهمه جدا يا ستي. هي القضيه المهمه دي عمرها ما هتخلص. لما تخلصي نتقابل، ومش هقبل اي اعذار ولا تاخير. ليه؟ خير؟ عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم.
على مالك على مالك. فاتنة جديدة حرام عليك. اللي انت بتقوله ده ايه المشكلة يا فاطمة؟ انا راجل جاهز وعايز اخلص. تخلص فيها تلاجة. طب حقك عليا، عايز اتجوز يا ياسر. ده احنا لسه مقري فتحتنا ما بقلاش كام يوم. طب وايه المشكله؟ مش الناس بتقرا فتحه عشان تتجوز؟ بقول لك يلا نتجوز. دايما انا عندي لسه لما استقر في شغلي وعندي حاجات كتير قوي. بقول لك ايه، الشغل ما بيتعارضش مع الجواز، واحنا متفقين على الموضوع ده من بدري. طيب لما اشوف وقت مناسب انا بقى. طب امتى الوقت المناسب ده؟ مش عارف. يعني ايه مش عارفه؟ انت بتزعلي ليه؟ ما تزعليش. ادي مسكت، مش هزعل. هنتجوز امتى؟ ما ترديش على السنترال. دي شيماء، افرض يعني كانت عايزه حاجه مهمه. ما ترديش على حد وانت بتتكلمي معايا في موضوع مهم. مش هنرد عليه. نعم خلاص، مش عايزه اتجوز. ايش بقى كده؟ انا هتجوز امتى؟ هتجوز دلوقتي. ما كنتش بكلمك عشان اشيك جمالك يعني. ها ولا مال انا بالشيء ده. انت متخلفه؟ السي دي ده ديوني حسان شيماء، قال ان عليه حاجات تودي عثمان وروبي في 60 دهنة. طب ما تشوفيها يا بنتي الاول، لا تطلع اي كلام في الكليتش. ما انا خفت بصراحه اكون بورط نفسي في حاجه انا مش قدها ان يطلع اي كلام في الكليتش. كنت جايه لي ليه يعني؟ اشوفه معاكي مثلا؟ انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا بقول يعني احسن حاجه اننا نروح لعثمان وروبي ونشوفه معاه. تصدقي يا بنت فكره، وبالمرة نشوف رياكشناته كده ان هو بيتفرج على السي دي لاول مرة، وانت كمان تكسبي بنت عنده. والله فكرة. طب قومي 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 يلا ننزل بسرعة كده. ما شفتوش عليه؟ لا والله، احنا قلنا نجيبه لحضرتك ونبقى نشوفه معاك. بس هو شكله عليه بلاوي متلتلة. نعم انا مش عارفة حاجة يعني. تلاقيه بيهوش عادته.